اليوتيوبر أسامة كوبنهاغن في أول رد له بعد تصريحاته التي أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أيام قليلة عقب الضجة الكبيرة التي أثارتها الخرجة الإعلامية لليوتيوبرز المغربي أسامة كوبنهاغن التي خاص بها قناة سويسرية ناطقة باللغة الإيطالية، خرج هذا الأخير عبر فيديو جديد نشره عبر قناته الخاصة على يوتيوب، أكد من خلاله أنه لم تصدر عنه أي عبارة تسيء إلى بلده المغرب، وأن كل ما تم الترويج له مجرد مغالطات لا أساس لها من الصحة. وفي مقابل ذلك قال أسامة: كنت حد شي حد يجبد لي كلمة واحدة أسأت فيها لبلدي المغرب، مشيرا إلى أنه تحدث بشكل خاص عن تجربته المريرة التي عاشها بكل تفاصيلها قبل أن يتحقق حلمه بالهجرة إلى إيطاليا بمساعدة صديقه آدم، نافيا أن يكون قد أقحم المغرب والمغاربة في حديثه عن قصة حياته الخاصة. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.